كونتي. انا من بعد المقايله تاع خديت مشيت لا كلينيك وبقيت نعس في لا كلينيك وتضربت على الراس ديالي وهادشي بزاف الحوايج وقعوا ليا وليني شي حوايج وقعوا ليا ما كنتش مع ان غادي نوصل لهاد الحاله كامله على ود انني تنقول كلمه الحق تنقول واحد الكلمه الحق والناس هاد الوقت ما بقاوش باغوا كلمه الحق. انا واحد من العمال ديال شركه ريدان انا عندي كلمتي وعندي الحق اي حاجه نقولها. اضطريت انني جابوني الكلينيك جابوني في حاله لا يرتلها ولدرجه ان السكر طلع ليا 5 غرام و100 و10 وداكشي يعني واحد الحاله مثلا ربي اللي عالم بها. من بعد شويه بديت نتعافى جا عندي السي كمال عمراني اللي هو اللي تمثل التعاضد ديالنا جا عندي الصباح البارح مستشار اللي هو مستشار أجدال حسان أجدال رباط تبارك الله رجل وزين سياسي تعرف شي يدير جا عندي هضر معايا جا عندي شافني ما يجزي بخير ولكن هضر معايا الصباح واحد الهضرة ما عجبتنيش هضر معايا واحد الهضرة ما عجبتنيش انا منيش نتساوم كليزا تأكد لي ان هاد الهضرة ديالو مع الربعة العشية تتصل بيا واحد السيد خدام معايا سميتو صافي عبد الله اللي هو خدام معانا وهاد صافي عبد الله تيهضر معايا وبقى تيهضر معايا ويقول لي شكون اللي داك الكلينيك قلت لي راه مي قال لي مسولني هذاك السؤال شكون اللي داك الكلينيك وداك الشيء قال لي هكا هو قال لك سي كمال بالحق شو شكون اللي خلص عليك الكلينيك دابا انت مي درتي هذاك الفيديو وانا راه اتصال عندي مع ها هو مسجل عندي اتصال في التليفون ديالي ها النمره واللي كذبني وقال شي حاجه راه كاينه اتصالات المغرب يمشي ويجبد التسجيل. من بعد اتصل بيا واحد الصديق صافي عبد الله وهضر معايا في التليفون وقال لي اتصل معايا مع الربعه العشيه ديك الساعه الحاله ديالي كانت شويه مستقره قال لي شكون اللي داك الكلينيك من بعد الحديث اللي وقعت لك في البورصه قلت له سي كمال هو اللي داني الكلينيك هادي هادي ويقول لي بعد مسانو هكا قال لي شوف دابا قال لك السي كمال شوف شكون اللي خلص عليك الكلينيك حيت خرجتي بهذاك التصريح الاول التصريح ديال الفيديو التصريح ديال الفيديو قال لي شوف شكون اللي خلص عليك قلت ماشي مشكل قلت الحمد لله حنا مي غنتعافى وغادي نخلصوا الامور ديالنا حنا بوالدينا بعائلتنا باصدقائنا بخوتنا الحمد لله اللهم ما تندوزوش بعضياتنا وانا ملي وصل معايا هاد الهضره وسالا ويقول لي واحد المحلي واحد الكلمه انه ولاو تيديروا لي التهديد مع صدروا لي التهديد مع صافي عبد الله باش انا نتهدد من هاد القضيه اللي انا مشيت فيها وانا مثلا الحمد لله حنا تنامنوا بقضيه واحده هي اننا مع الشرعيه ومع الديمقراطيه. شكون هذا صافي عبد الله؟ هذا صديق ديالنا خدام معنا حتى هو في مناظر في اطار سميتو هو اكبر ناس كان مع المكتب وكان صديق ديال السي رشيد المنياري ومن اكثر الناس اللي كان قريب بزاف ليه. وحنا المهم حنا تنهضروا على الحق ما بقاش ولاو الناس بغات تدخل لك في الشخصيه ديالك وتبغات تفهمك وتتكلم به وتقول لك اش تقول طردك العهد العبوديه وحنا هذا الوقت بغينا نتجاوزوا العبوديه حنا الحمد لله احرار وحنا ولاد عائله ومربين على حسن الخلق ما تنخونوش الناس ديالنا وحنا الحمد لله الله يجعلنا ما يبقى فينا التعرف واحد علاش مع الحق لان سيدنا الله ينصرو تيهضر على الحق وعلى الفساد وعلى المفسدين الحمد لله السيد يهضر على الفساد حنا من ناس انسان دينو ولكن هما بغاو الفساد الله يعاونهم وما يمكنش شي حد يجي يتكلم حق شي واحد يقول لي ما عندكش حق تهضر ولا حريه التعبير ديالك لان حنا سيدنا الله ينصرو ويخلي لينا تيهضر على الثروه ديال البلاد وعلى المفسدين ديال البلاد وعلى بزاف د الحوايج والناس راه ما بغاتش تغير وتيقول الله سبحانه وتعالى لا يغير قوما حتى يغيروا ما بانفسهم حنا بغينا نزيدوا قدام واخا التهديدات رغم هذا الفيديو تيديروا وتيديروا معنا التهديدات وتيديروا لنا حتى حنا ما تنخافوا حتى حاجه كاين الله والموت والحمد لله وحنا راه مبقاو في القضيه ديالنا حتى الاخر راه ما بقى فينا وما تيغرنا لا التهديد لا والو بدل البلطاجيه اللي ولينا تنشوفوا خوتك تيضربوك بالحجر تينزلوا عليك تيقتلوك بحال ما عرف انت عدوهم ولا ما عرف شنو وفي الاخر يجي واحد يقول لك سمح ليا وعفى الله عما سلف هو باش يقول لك انا غادي تقبلني نكون عليك كاتب عام صحه راه ما بقاتش هاد الوقت حاجه ديال الصحه شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال ما يقع دابا الان بينها تيتحملو السي احمد خليل هو الاول
السي احمد خليل هو الاول وتيتاليه رئيس الجمعيه اللي تيلي هو السيد مخارق لانه هو المسؤول الكبير لانه هو اللي خصو ينزل البلاغ باش يقول لنا هذا السيد رشيد الملياري ما بقاش شبع الجمعيه. الناس في نظرك علاش ما بغاش لحد الان لم يصدر اي بلاغ مخارق ولم يتدخل لحد الان؟ الناس ملي تتهضر على الفساد وتقول الحقيقه حنا ما تنبغيوش اللي يقول الحقيقه. الناس اللي قالت الحقيقه خصك تدلها فمها بالاعصاب الابتلاءات بزاف الحوايج وهذا العهد مشى. حنا في عهد جديد عهد سيدنا الله ينصرو لان سيدنا الحمد لله دار زنزال سياسي كبير. سيدنا ما تيبغيش المضره لاي مواطن. سيدنا مع المواطن الكبير والصغير لان سيدنا تيبغي الحق والحق لكن الحق راه هو مع سيدنا والظلم عندنا ما نديرو به لان حنا كل لقينا الظلم في هذا السيد اللي واجه هذا السيد بعد الشروحات ودار ندوه صحفيه يواجهو حتى هو بندوه صحفيه ياك هو ما داير والو هذا السيد احمد خليل ما داير والو يواجهو يقول لي هذا الشيء كاذب يخرج يكذبو في الصحف بحال يدير ليه هو المناظره يديرها ليه حتى هو ونعرفوا حنا الحقيقه فين حنا تيهضروا معنا الناس تيقول لك لا هذاك راه تيكذب عليكم هذاك حنا ناس صغار ولا شحنا واش حنا ناس بعقلنا ولا تيسيرونا ناس اخرين ولا شنو ولي تيجد واحد القضيه تيقول لك ان السي رشيد راه هو تيغريكم هو اللي تيدير لكم حنا راه ما تيغرينا حد الحمد لله حنا احرار وتنبقاو احرار هكا وحنا تنموتوا على بلادنا وعلى سيدنا ولا صحاب الحق واللي مع الحق حنا نمشيو معاه حتى فين اخر الطريق وهاد الناس اللي اليوم هما تيقول لك بغاو يقتلوا هاد المكتب النقابي بالامس كانوا جنب رشيد وتيقول لك ساندو خوكم رشيد ومن ضمنهم السي منير بن عمار وعندنا فيديوهات وعندنا تصاور عندنا بزاف حوايج في اجتماعات كان تيقول لنا ساندو خوكم منير ساندو خوكم رشيد خوكم رشيد مع الحق ومع كلشي اليوم تيجي تيقول لنا خونا رشيد شفار كيفاش بغي هل يعقل انك البارح 21 عام ديال النضال مع داك السيد 21 عام عاد بالك هذاك السيد اليوم شفار هذاك السيد لا كان شفار عطيونا الادله ديالو عطيونا الادله يتحاسب حنا ما خاصين والو كلشي يتحاسب والمحاسبه رضا سيدنا حالة مجلس محاسبه تيحاسب الصغير والكبير الدوله الحمد لله غاده في التقدم ولكن حنا بغينا نمشيو في التاخر ولينا تنخدموا تنفكروا اننا نخدموا البلطجيه والعصا ونسدوا بنادم فمو وما يهضرش وهذاك الشيء سالينا من هذاك وغادي نقول الاخوان ديال الرضا والناس ديال الرضا باش يعرفوا واحد القضيه ان راه ما يمكنش شي واحد يغير الشرعيه اللي كاينه تتبقى لاخر نوام هو 2021 لان حنا اقترعنا السيد رشيد الملياري واعضاء المكتب باقتراح في الصندوق في ريدال ماشي كازا اللي جات دارتنا اقتراح وحنا راه ما خدامينش في كازا حنا خدامين في الرباط في ريدال الرباط وما عند حتى حد منا شي خاف والخوف من الله سبحانه وتعالى والناس خصها تساند هاد القضيه الى اخر مطاف مع الحق وما تسكتش على الحق واخر كلمه غنقولوا لكم الله ينصر سيدنا والله ينصر الحق.